بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رمان أصحابتي داوان أيان ملك استادوني ذات كجوكتان وحان ذي الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى ما تحنج على استي إنان إذن لو ذاقو قصة آتي أتو عجيب بدن قصة آتي أتو ياب بدن وقصة رعذي حلي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمير أها حلي سيد رعذي قصة ذاني قصة ذاني وحلقو مقعاوة وقصة ذي ويلكي كل شيء قبرك نحديسي مركا ولا ليال وقصة عجيبة آتي أتو ياب بدن مركا قصة ذو حويان مالي مالمها كميتا أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي وحو أركي أن لوقف مركاسي أن إسكو إك مركو أركي وفيري كدب شقو هايستي شقدي سيو إسكوطي مركا شقدي سمركو رميستي أي وحو أماضي لوذينين أي أماضي مركاسو السلامي مركاسو وحو رهي أن لبذينا متانو ماتهين أما ولالو ماتهين مركاسي وحي رادين مايا أن أبيه وحو رهي مايا وويل كيا مركز عمر وياوي مركز وحودة هاي لوذينا أن سؤكاشيهنا تسكو اكتهين أي الله يابا ايوه هاي وايو وحودة هاي حاجة قابك ايجوغة واسكمت حاجة موقالكنا واسكمت وحالمو ذاوه هاي لوقف مركزي لك لجيحي هادي متكينا او بحو الدوكان ألاب جيستو متك كالادو تغو وصو قادان كراوه هاي مرغوحودة هاي وحا waxa isku eegteen sida tukaha oo kale waayo tukaha aan wuxuu kamid yahay xayawaanada aan la kala garanayn waa isku eegiyeen markuu wuxuu dhahay Umar radiyallahu anhu waan la yaaway u dhahay yaani waad garan kartaa qofka markuu yar yahay duu guursado xaruur wuxuu dhalaya isku daa ah isku soo dhaw oo loo maleeyo walaalkiisa oo kale markuu wuxuu dhahay waxan u maleeyay labadiina mataano inaad tihiin ama laa qof walaalo inaad tihiin حاجة جوجا مو خالك داد حتى واحد أمة ليس وراء هاي دات مركز إسكو داء أو كله حاجة وجهين واحد أمة ليس وراء هاي لو خوف لك الجراء أو كله بركو حدا هو عجيب والله يا وراء هاي مركز أبي وحدا هاي إن تسوح كسي يا بدن إن ويلكي يا خابك وكل شيء مركز عمر وحدا يا مركز إن عمر هو يا وراء مركز عمر هو فريسي عمر وحو أها وحو جعلا قصصك وجعلا قصصك هورا دعي إن مركز لوغو شاكي وجعلا يعني وحو أها نين عالما نين فقيها أيو أها نين حكيم أيو أها حو حكمة بذن وايو قصصك وحيالو بذن أيا لغا فائدايا دروس بذن أيا لغا قادن أيا سومان مركز قصصك وجعلا حكم بذن أيا كجرو مركز عمر وحو دعي إن وجعلا قصصك وفريسي سوفريستو دعي مركز وحو دعي هي قصة إيه شيء كيبل مركنين كوحوها نين جنا حسدة نو ونكسن أيوها ننوحوها أو صالحة أو إلهي سبحانه وتعالى كحبسنا يو ننوحوها حلال قوت أيوها حرمته إسك إلى لنجري وحوها نن أو ذاكرة مركزته أن ذكر الله سبحانه وتعالى أيو بدن جري الله سبحانه وتعالى هبنك يوم مالنتي وحس جري ويو الله سبحانه وتعالى حولي هي فذكروني أذكركم إن إحسست أن إذن حسست إحس أن إذن حس مركز وحو كد ذلك جريها بينك إيمالنت ذكري الله سبحانه وتعالى وحوها من دواعة ونكسا إن أمانة سيدوك لو حفظين جري درس كيس سيدوك لو دور جري أفكيس يؤدين كيس وك إلالين جري قف ونكسا أيوها مركز عمر مركو فريسي بل فريستو رهي أن قصة هذه أما أن إيجا شاكي مركانين كي وفريستي وحو أبلاوي شاكذي أما قصة هذه أيو أبلاوي مركاس وحو دهي أنيجا وحن هانجري جنع سادة أي أن هانجري مركا وحو دهي وحا إسوغ لي سفر مركاسي ديك ديك أي إسوغ لي مركا كدبنا وحو دهي حاسكيجا أن أوري لهات أور كيدينا سيال كيدا وحيرا يكالينا markaas wuxuu dhahay waxaan go'aansaday inaan safar aado marka xaaskaygana wuxuu dhahay markasta waxay idhi jirtay in
aniga ayaad iiga tegaysaa, aniga keligii ayaa joogaa, qof markaasi isaacidaynaayo malahan, qof ila joogo malahan, ha iga tagin ilaa aan ka dhalaayo ila joog, ayay dhihi jirtay markasta. Markasta marka waxay dhihi jirtay ha iga tagin. Marka waad garanaysaa labada qof hadday isguursadaan, hadday isku cusub yihiin, canuga curadka ugu horeeya markay uur leedahay, qof walba wuu jeclaanaya, wuu jecel yahay inay isla joogaan, inay caruurtii ay dhalaan, waayo caruurta waxay ka mid tahay nicmooyinka ugu weyn Ilaahay subxaanahu wa tacaala bixiya diinta kadib. Marka wuxuu dhahay xaaskayga markasta waxay dhihi jirtay ha iga tagin ila joog ilaa aan ka dhalaayo. Marka wuxuu dhahay waa ii suurtageli weysay inaan la joogo. Markaas wuxuu dhahay waxaan go'aansaday inaan safarkii aan aado. Marka wuxuu dhahay maalintii aan baxayay ayaa xaaskayga waxay ugu dhahday kaale, maadaama aad buxaysid canuugan caloosha ku jira, u ducay inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala noo badbaadiyo, inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala noo xifdiyo. Markaas wuxuu dhahay gacanta ayaan saaray, uurkii ayaa gacanta saaray. Markaas waxaan dhahay Ilaahayow, canuugeyga adiga ayaan kuu dhibtay, Ilaahayow canuugeyga ii xifdi ayaan dhahay. Markaas wuxuu dhahay waan baxay, ilaa ii bilooyin ayaan maqlnaa. Bilooyin kadib waad garan kartaa xilligaas dayaarad ma jirin, gaadiid ma jirin, qofka xataa waxaa laga yaabaa inuu lugeeyo safar dheer inuu aado ilaa iyo 2 bil 3 bil inuu iska maqnaado. Marka wuxuu dhahay bilooyin ayaan maqnaa. Markay imaaday gurigii ayaa waxaan arkay guriga oo quful weyn saaran oo xiran, waan qarqaraacay u dhahay, laakiin qof iga fur ayaan waayay. Marka kadib wuxuu dhahay waan soo baxay deriska ayaan imaaday, deriskii ayaan qarqaraacay, deriskii way igu fureen, waan salaamay. Markaas wuxuu dhahay deriskii waxay igu dhaheen innaa lillaah wa innaa ilaahi raajicuun ayay igu dhaceen, waayo innaa lillaah wa innaa ilaahi raajicuun waxaa la dhahayaa markii musiibo ay dhacdo ama qof uu dhinto. Markaas waxay dhaheen xaaskaaga iyadoo uur leh ayay geeriyootay, way dhimatay. Markaas wuxuu dhahay waan naxay, laakiin Allah subxaanahu wa tacaala ayaan soo xasuustay, Allah subxaanahu wa tacaala ayaan u laabtay, waan iska sabray. Wuu dhahay deriskii way isu dhoweeyeen, waan fariistay. Markaanoo deriskii fadhiyo gurigoodii ayaa wuxuu dhahay waxaan arkay qaac markaasi xaafad dhan buuxinayo. Marka waa la yaab, wuu dhahay qaacan xaafad dhan buuxiyey. Marka wuxuu dhahay dadka deriska ayaan weydiiyey, waxaan dhahay qaacan muxuu yahay? Markaas wuxuu dhahay dadkii deriska waxay ii dhaheen qaacan wuxuu ka soo baxaa qabuuraha, ayuu ka yimaadaa xaafadda, ayuu imaadaa xaafadda, markuu soo gaaro waxyar markuu xaafadda ku jiro kadibna wuu iska dhammaadaa. Markaas wuxuu dhahay aniga waxaan rabaa qabriga xaaskayga inaan aado oo lii geeyo. Marka wuu ka codsaday. Markaas way wadeen, waxay geeyeen qabriga xaaskiisa. Isla markaasina wuxuu arkay qaaca inuu ka soo baxayo qabriga xaaskiisa. Markaas wuxuu dhahay waxaan rabaa qabrigan in la qodo ama in la faago. Ayaan markaasi aan jeclaa wada saasan rabaa. Marka qabriga muslimka haddii la duugo in la faago waa xaaraam, ilaa daruuro hadday jirto mooye. Markaas dadkii waxay yiraahdeen culimada ayaa joogto, culimada ayaan soo weydiinaynaa haddii la faagayo haddii kale. Marka culimada way ogolaadeen. Markaas qabrigii ayaa la faagay, laxadkii ayuu markaasi kala furay. Laxadkii markuu furay ayaa wuxuu arkay canuugiisii, wiilkiisii oo yar oo 2 bil 3 bil jiro oo iska cayaarayo qabriga dhexdiisii ku jiro. Allaahu akbar. Markaas wuxuu arkay xaaskiisii oo fadhisa, laakiin way geeriyootay. Ninkii wuu yaabay, wuu naxay. Markaas canuugiisa ayuu soo qaatay. Markaas xaaskiisina wuu totoosiyey. Haddana mar labaad ayaa la aasay. Marka wuxuu dhahay cumar waa soo baxay. Markaasi canuugeygii ayaan soo qaatay, waa soo baxay guriga soo aaday. Marka cumar wuxuu dhahay waxaan kaa codsanayaa ducada markaad baxaysay, ducada aad ku ducaysatay igu soo celi. Marka wuxuu dhahay ducada aan ku ducaystay markaan baxayay waxay ahayd Ilaahayow, canuugan caloosha ku jiro adiga ayaan ku dhiibtay, Ilaahayow canuugan caloosha ku jiro ii xifdi
ayaan dhahay uu dhahay. Markuu Cumar wuxuu dhahay, haddaad dhihi lahayd ilaahayow, xaaskayga iyo canuugan caloosha ku jiro adiga ayaan ku dhiibtay, ii xifdi. Haddaad dhihi lahayd ilaahay subxaanahu watacaala xaaskaaga iyo canuugan markaasi caloosha ku jiro ilaahay subxaanahu watacaala wuu ku xifdin lahaa, ayuu ku dhahay Cumar radiallaahu canhu. Markuu Cumar wuu yaabay, layaab bay la noqotay. Marka walaalayaal, qisadani waxaanu ka qaadanaynaa duruus aad iyo aad u fara badan, cibar aad iyo aad u fara badan, waxaan ka qaadanaynaa xikam aad iyo aad u fara badan. Marka waxaa ka mid ah qofka hadduu yahay qof wanaagsan oo saalix ah oo amaanada dhowrayo oo xalaal quuta uu yahay, xaramta hadduu iska daayo, oo dhaakir uu yahay, markasta Allah subxaanahu watacaala qofka hadduu xusayo, ilaahay subxaanahu watacaala ducadiisa inuu aqbalayo oo wax walba ilaahay subxaanahu watacaala uu weydiisto inuu markaasi uu helayo. Ducadina waxaa la doonayaa keligaaga hadduu haysanin, xaaskaaga iyo caruurtaada iyo familkaaga iyo dhammaan muslimiinta u ducay. Waxaa kaloo markaasi aan ka faa'iidaynaa waxyaalo aad iyo aad u fara badan. Marka insha allahu tacaala walaalayaal, daawashadiina waad ku mahadsantihiin. Allah subxaanahu watacaala idin barakeeyo. Wajazaakum allahu khayra. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.